والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية لابد لي أن أشكر اللجنة المشرفة على هذا المسجد لدعوتها الكريمة لإلقاء محاضرة حول الشيخ قريو، أحد أعلام مدينة نصراته. لدعوتها الكريمة وأيضا للتشرف بكم واللقاء معكم لتناول هذا الموضوع وإلقاء الضوء على هذا العالم الكبير الذي انتقل إلى رحمة الله منذ عقد ونصف. ويشرفني أن أعرض عليكم ما عرفته من خلال متابعتي لهذا العالم الجليل ومعرفتي به واللقاء معه أكثر من مرة قبل وفاته بسنوات. والحقيقة أن هذا العالم أو هذا الرجل الذي هو معروف في مدينة مصراتة، ولكن الذي يعرف عنه هو الشيء القليل فقط، يعرف كمفتي أو يمارس دوره في الإفتاء فقط، بينما الرجل له عدة أنشطة وعدة مؤلفات وكتب في العديد من المجالات العلمية التي لا تعرف عنه من خلال القليل فقط من الناس. هذا الذي يجب أن نسلط الضوء عليه وأن نبين كتبه ومؤلفاته ومشاركاته حتى يمكن الاهتمام بها مستقبلا من قبل الجامعات الليبية والجامعات في مصراتة على الخصوص. أولا، هذا الشيخ ولد في مصراتة في الغيران الغربية حسب ما قال لي هو، قبل موقعة القردبية بأربعة أشهر، أي سنة 1915 ميلادية. هكذا كانت ولادته، ثم تربى ودرس في الكتاتيب في داخل مصراتة، وكذلك درس على بعض العلماء من بينهم والده الشيخ مفتاح قريو رحمة الله عليهما جميعا. بعد أن تلقى علومه الأولى في المساجد، طبعا التحق بزاوية الزروق للدراسة، وكان في ذلك الوقت فيها بعض الشيوخ من مصراتة وغير مصراتة، من بينهم الشيخ رحومة الصاري رحمة الله عليه. هذا الشيخ كان هو شيخه الأصلي أو المفضل له، وكان يتبعه ويتعلم عليه، إضافة إلى شيوخ الزاوية الكثيرين في تلك الفترة. وعندما انتقل الشيخ رحومة الصاري إلى زليطن بناء على طلب والده، انتقل الشيخ قريو معه إلى زليطن واستمر في التلقي عليه وعلى الشيوخ الموجودين في زاوية الشيخ أو الجامعة الأسمرية، إلى أن تحصل على شهادة الكفاءة. وبعد أن تحصل على شهادة الكفاءة التي تتيح لحاملها أن يقوم بالتدريس في الزاوية، أصبح مدرسا في زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر، إضافة إلى تلقي العلم على كبار الشيوخ. استمر كذلك إلى وفاة الشيخ رحومة، عاد بعدها إلى مصراتة ليتولى التدريس في عدة منارات علمية، وخاصة في منارة الزروق. في منارة الزروق أصبح هو الشيخ الرئيس في المنارة أو العالم الكبير في منارة الشيخ أحمد زروق رحمه الله. وأصبح أيضا من كبار المدرسين، حتى أنه قام بوضع المنهج الدراسي لجامعة الزروق أو للمعهد الزروقي كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت. ومن خلال وضعه لذلك المنهج نستطيع أن نعرف مقدار الزاوية الزروقية التي تعادل أحد الجامعات في الدول الأخرى، حيث أنه بالاطلاع على المنهج الذي قام بوضعه والكتب التي تدرس،
والكتب التي تدرس أو التي كانت مقررة في الزاوية وسنوات الدراسة وما يجب على الطالب أن يقوم به حتى يستطيع أن ينتقل بالسلة الأخرى، نجد أن هذه الزاوية هي عبارة عن جامعة فعلا بما تقوم به من تدريس تلك العلوم. والشيخ غريو هو الذي وضع هذا المنهج من خلال كتابة وجدتها في من ضمن آثاره العلمية. بعد ذلك قام بالتدريس في عدة أماكن إلى أن افتتح معهد الجويري فأصبح من كبار أساتذة ذلك المعهد. معلوماتي التي أقولها لكم هي باختصار شديد عن حياة هذا الرجل وليست كلها. طبعا واجه مصاعب كثيرة في تعليمه وفي حياته أيضا، من بينها أنه عندما رشح نفسه في الانتخابات تم القبض عليه وسجنه مع الشيخ اللبيدي رحمة الله عليهما، ثم أفرج عنه وحكم على الشيخ اللبيدي في تلك الفترة عندما شارك في الانتخابات. تولى التدريس طبعا في عدة أماكن بعد أن استقلت ليبيا في وأنشئت الجامعة الإسلامية. قامت الجامعة الإسلامية في البيضاء بإجراء امتحان لبعض الشيوخ الذين درسوا في المنارات العلمية دون أن يتحصلوا على شهادة مكتوبة، فأجريت لهم امتحان في تلك الفترة في مدينة البيضاء واجتاز المرحلة ونال الشهادة العالمية بعد ذلك بعد هذا الامتحان. أيضا من خلال هذه الحياة التي قضاها قام بتأليف العديد من الكتب التي منها ما هو ظهر ونشر ومنها ما زال مخطوطا حتى الآن. والحقيقة أن معرفة آثار الشيخ العلمية من خلال تتبعي له رحمة الله عليه منذ سنة 1995 عندما زرته أول مرة وحكى لي عن سيرته بالكامل وقيدتها في مذكراتي، قام بتأليف العديد من الكتب ولم أستطع حصر كل ما لديه. إلى يومنا هذا أكتشف في كل يوم الجديد، إما فتوى أو مخطوط أو رسالة أو مادة علمية لا زالت مخطوطة، بمعنى أن حصر أعمانه العلمية إلى الآن لم يتم بالكامل. لماذا؟ لأنه كان سريع العطاء سريع الكتابة، يعني يستجيب لمتطلبات النهضة العلمية في أي وقت أو أي مناسبة يشارك بها. وبالتالي يعني حتى تلميذه الذي قام بوضع مؤلفاته أو بحصر مؤلفاته وهو الشيخ مصطفى قواسم لم يستطع حصر كل ما لديه من آثار علمية. حكى لي عن كثير من الأمور قيدتها في أثناء زيارتي له رحمة الله عليه، وكان يستقبلني في بيته عندما آتي إليه أو لزيارته، وهذه المعلومات كلها موجودة وكاملة. استطعت أن أوظفها في عدة محاضرات وبحوث علمية قدمتها عليه في طرابلس خصوصا. لقيت عليه محاضرة في مركز جهاد الليبيين في فترة من الفترات، كما شاركت في عدة ندوات حول بعض آثاره العلمية، منها الندوة التي أقيمت في مكتبة الشيخ أحمد زروق عقب وفاته، وكذلك أيضا الندوة التي قامت بها زاوية المحجوب في فترة من الفترات حول آثار الشيخ غريو العلمية، وكذلك أيضا عندما قمت بتحقيق بعض أعماله العلمية من بينها كتاب الفتاوى ومن بينها أيضا بعض آثاره العلمية التي وقفت عليها، وأخيرا حققت له كتاب في العقيدة وهو شرح ميدان الفوائد في شرح لب العقائد الكبير، وهو يختلف عن الصغير الذي تم نشره في السابق. أعمال الشيخ كثيرة جدا وتحتاج إلى بيان، نحاول أن نلقي عليها الضوء
في هذه الأمسية إن شاء الله. لا أعتقد أنني استوعبت كل ما يتعلق به، إنما باختصار حتى ننتقل إلى أهم شيء وهو مؤلفات الشيخ، ولنلقي على الضوء، لأن الشيخ معروف كمفتي ولكن ليس معروفا عند بعض الناس أو أغلب الناس أنه له باع كبير في المجال العلمي في عدة مجالات، في الفلك، في الفتوى، في الفقه، في يعني عدة أشياء، في الفلسفة أيضا، في التاريخ، في النظم، في عدة مسائل نحاول نلقي عليها الضوء. نكتفي بهذا القدر من حياته رحمة الله عليه، ونشير إلى أنه طبعا أرخ لمصراته ولجهادها ولدورها التعليمي ونهضتها العلمية مما نلقي عليه شيئا من التفصيل إن شاء الله. والحقيقة معلوماتي كلها من الذاكرة، يعني لأن أغلب ما كتبته ليس موجودا لدي الآن. فمن بين الأشياء التي تناولها تاريخ الحكم الإسلامي، حيث أرخ للدولة العباسية. نحن نعلم أن الدولة العباسية أو الحكم العباسي أكثر هو الذي استمر كثيرا، يعني في بداية الخلفاء الراشدين بدأت النهضة الدولة العلمية الأموية، استمرت فترة حوالي 100 سنة، ثم تولى العباسيون، ومن العباسيين استمر حكمهم إلى القرن 9 أو بداية القرن 10. فهو أرخ لهذه المرحلة منذ البدايات، يعني من القرن 3 إلى القرن 4 إلى 5 إلى غاية وصل لآخر خليفة سلم الخلافة إلى العثمانيين في سنة 900 وشوية تقريبا. هذه الأشياء طبعا هي مهمة في الناحية التاريخية، وربما كانت تدرس، لأن من ضمن المنهج الذي وضعه لزاوية زروق هناك مادة خاصة بالتاريخ، ومن ضمنها التاريخ الخاص بالحكم في الإسلام أو نظام الحكم في الإسلام، من بينها هذه الأسر التي حكمت أو العهود التي حكموا فيها. نأتي للإسهام الأخير أو قبل الأخير حقيقة، وهو الفلسفة. قليل من علماء ليبيا القدماء من اهتم بموضوع الفلسفة، فلم يتطرقوا إليها سواء في علماء القدماء أو الذين عاشوا في أواسط القرون الأولى أو ما إلى ذلك. فنجد أن الشيخ فري ورحمة الله عليه اهتم بهذه المادة وأرخ لها، وبين بعض الأشياء أو ذكر بعض العلوم، بعض المعلومات من ضمن هذه المنظومة تدل على عنده على إلمامه بهذه المادة وبالفلاسفة. فأنا ذكرت، كتبت هنا هيك على عجالة، قلت لا أعتقد أن فقهاء ليبيا القدماء من اهتم بالفلسفة والفلاسفة، ولكن الشيخ غري رحمه الله تناول ذلك في منظومة من 51 بيتا ضمنها تعريف الفلسفة، عرف الفلسفة عند العرب، عند المسلمين، عند اليونان، عند الفلاسفة الغربيين، يعني تعريف الفلسفة كلها قسمها على حسب العصور وقدمها. وأيضا حكى على تطور الفلسفة، كيف أنها أخذت من كتب القديمة التي تمت ترجمتها في عهد الترجمة في بداية النهضة الإسلامية. بدأ بتعريفها بصورة عامة، ثم بعد ذلك عند اليونانيين القدماء، بعد ذلك عند اليونانيين الآخرين، ثم حكماء اليونان سماهم، وتعريفها عند المسلمين، وتعريفها عند أو موقف المسلمين من الفلسفة. هذه كلها تناولها من ناحية دينية. ثم أيضا تطرق إلى بعض الفرق الإسلامية التي اتخذت من الفلسفة
ستارا لبعض الآراء مثل المعتزلة وغير المعتزلة وأخوان الصفاء وما إلى ذلك. كل هذه الطرق طبعا اعتمدت الفلسفة في سبيل النقاش أو المناقشة، وخاصة في مجال العقيدة. وبطبيعة الحال أن علماء الإسلام عندما استخدموا الفلسفة كانوا يقصدون الرد على الملحدين، بمعنى أن هناك من قام بالإلحاد أو تطرق إلى الإلحاد في العقيدة فاستخدموا الفلسفة في الرد عليها. ولكن عندما استخدموا ذلك قد يكون قد تطرفوا بعض الشيء عن الآراء، والشيخ ألم بهذه الأشياء وذكر نماذج، ذكر الفارابي، الكندي، ابن سينا وابن رشد الحفيد الفيلسوف، وكذلك إخوان الصفاء والإمام الغزالي وابن خلدون والأشعري وغيره. كل ذلك بيّن دورهم في مجال الفلسفة، بمعنى أن هذا العالم الجليل الشيخ الريو لديه إلمام بهذه الأشياء وهذه العلوم، وإلا ما كان يستطيع أن هو يكتب فيها ويتناولها ويدخلها ضمن المنظومة. أيضا ذكر العديد من الفلاسفة الإسلاميين، وأيضا تناول حتى بعض آرائهم وحاول أن يرد عليها، ولكن باختصار شديد لأنه اعتمد النظم ولم يعتمد على النثر، لم يعتمد. هذه المجالات كلها كتب فيها. ننتقل إلى الشيء المعروف طبعا، الفتوى عند الشيخ الريو. أنا تعمدت أن أترك الفتوى في الأخير لأن حاولت أن أضع فيها الكتاب الأول اللي هو هذا الكتاب الذي قمت بتحقيقه ونشرته جمعية في زاوية المحجوم، جمعية تزبرو، يعني هي من جزئين باهو، وأنا سوف أهديه لمكتبة المسجد إن شاء الله. باهي جزء في الفتاوى وجزء في أثاره العلمية، وهناك أثار علمية أخرى لم أتطرق إليها لضيق الوقت يعني، لكن نحاول تسليط الضوء على الفتوى أهم شيء. فالشيخ مشهور فعلا في الفتوى، يعني شهرته في الفتوى أكثر من الشهرة الأخرى، لأن الناس لا تعلم على أعماله العلمية الأخرى إلا من احتك به في مجال الدراسة، سواء في زروق أو في زليطن أو في المعهد الجويري أو غيرها من المنارات العلمية. ولكن الفتوى مشهور على مستوى مصراتة وزليطن وأيضا قماطة ومسلاتة، وكلهم يعرفوا الشيخ الروي ويشيرون إليه فتوى. طبعا الفتوى كما قلت يعني يعرفها جميع الناس، لكن عندما أول لقاء معه رحمة الله عليه استطعت أن أتحصل على بعض الفتاوى، ثم بدأت أسعى في الحصول على غيرها حتى بعد وفاته، وتمكنت من الحصول على مجموعة لا بأس بها، هي التي وضعتها في ذي الكتاب. الفتوى تناول فيها عدة أمور كثيرة جدا وعدة موضوعات، ولكن له ملامح في فتواه تميزه عن غيره. أولا هو في طريقته كان رحمه الله يفتي بأصح الآراء وأقواها، ويتحرى في فتواه مشهور الأقوال وما جرى به العمل. كان مؤيدا في فتواه من علماء البلاد، أغلبهم كان يعتمد الفتوى التي يقول بها ولا يعارضها فيها إلا القليل. هناك معارضات له في بعض الفتاوى، ولكن في الغالب كانت فتواه هي السائدة في منطقة مصراتة تحديدا وزليطن والأماكن القريبة، وهي تتكون مثلا الفتاوى من عدة مواضيع، منها مثلا الفتاوى التي وردت في الكتاب، فتاوى تتعلق بالحديث النبوية أو حديث نبوي وحكم الاحتفال بالمولد النبوي الكريم أو الشريف، وفتاوى تتعلق بالزكاة، فتاوى أيضا تتعلق ببيع الحيوان والطير عن طريق الوزن، وأيضا فتاوى تتعلق بالأحوال الشخصية، وكذلك أيضا مجموعة تتعلق بالعادات الاجتماعية مثل الأكل لدى الميت وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ويعني ضيافة المعزين يسمعوها، وقراءة القرآن على الميت، وبعض الفتاوى المتعلقة بالوقف والمغارسة في أرض الوقف، وكذلك أيضاً
الوقف على الذكور دون الإناث، وفتاوى أخرى بشأن الملكية والصلح بين الخصوم وبعض الأمور القضائية. هذه يعني خلاصة المواضيع التي وردت في الكتاب، لكن لابد أن نستعرض خصائص الفتوى أو مميزات الفتوى لدى الشيخ غريو. أنت عندما تقرأ فتوى معينة وتقارنها بفتوى أخرى معينة، المقارنة بين علماء الفتوى أو في الشيوخ أو في المسائل والنوائز التي وقع فيها الإفتاء من الصعب بمكان أنك أنت تقارن. لماذا؟ لأن الفتوى تختلف من مكان إلى آخر، الفتوى تتعلق بالبيئة وأيضا من زمن إلى زمن، ففتوى في الزمن القديم ليست الفتوى في الوقت الحالي في نفس المسألة. كذلك أيضا هناك من هو فقيه مجتهد، وهناك من هو مقلد، وهناك من هو مفتي تقليدا داخل المذهب أو اجتهادا يكون داخل المذهب، وهناك من يفتي على المذاهب الأربعة في عدة مذاهب. فالشيخ غريو من المميزات أنه يفتي على أكثر من مذهب، لكن لابد أن نستعرض خصائص الفتوى عنده بالضبط. أولا التوسع في الفتوى عند الحاجة. هناك من المفاتي من هو يجيبك باختصار، هذه المسألة هذا حلال وهذا حرام، ولا يبين السند أو الدليل الذي يعتمد عليه. هذا بعض المفاتي وليس كلهم يعني، ولكن الشيخ غريو عندما تكون الحاجة ملحة أو السؤال موجه إليه مباشرة يقوم بالتوسع في الفتوى. توسع بمعنى دراستها وإعطاء الأدلة والوصول إلى الرأي في نهاية المطاف، هذا يسمى التوسع. يعني هناك من يجيب هذا حلال هذا حرام هذا كذا هذا كذا باختصار، هو لديه إجابات مختصرة، لكن عندما تكون الفتوى قد نزل فيها أكثر من واحد، يعني يعرض عليه فتاوى مجموعة من العلماء، فهو ينزل في هذه الفتوى فيجيب إجابة 3 أسطر 4 أسطر 5 أسطر هكذا. لكن عندما توجه إليه سؤال مباشرة فيقوم بالكتابة، هنا يتوسع في الفتوى كثيرا. فنجد مثلا على سبيل المثال الفتوى بالحكم الاحتفال بالمولد النبوي، هذه الفتوى أفتى فيها سنة 1949، يعني من قبل ما الشباب الذين يقولون الآن بأنه لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، هذا 1949 وجه إليه سؤال من شيخ الزاوية العيساوية شيخ السباعي بذلك الوقت رحمة الله عليه، فأجاب عنها إجابة توسع فيها كثيرا حتى يعطي الدليل على أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي. استدل بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حضوره لعدة مسابقات، واستدل بأقوال وبآيات، ولكن طبعا اشترط فيها شروط معينة للاحتفال، فلا يجوز الاحتفال كيفما كان أو بالاختلاط أو بأفعال محرمة أو هذه كلها أشياء طبعا لم يجزها في هذا الأمر. فإذا التوسع في الفتوى هذه من سمات الشيخ. كذلك أيضا لما نجد فتوى يفتي فيها بثلاثة أو 4 صفحات أو 5 صفحات بفتوى تتعلق مثلا ب سنتطرق إليها فيما بعد، ويستجلب العديد من النصوص والأقوال ليدلل على الرأي الذي يقول به. كذلك أيضا استعمال النثر والشعر، أغلب فتاوى وخاصة فقهاء مصراتة يقولونها نترا، يعني يكتبونها كتابة نترا، وربما يستدلوا ببعض الأبيات من منظومات فقهية، ولكن في الغالب تكون هي بالنتر. الشيخ غريو عنده لديه وسيلة النظم وأيضا وسيلة النتر، وأحيانا يكتبها الفتوى شعرا ثم يشرحها نترا، وهذه من مميزات الفتوى لدى الشيخ غريو. رابعا التمييز في غيرها، مثلا عندما يفتي أو يعلق في فتوى معينة يكون دقيقا يختلف عن غيره. مثلا وقعت مسألة في مصراتة وهي هل يجوز دفع الزكاة إلى الدولة أو جهات المسؤولة في الدولة حتى تقوم هي بتوزيعها بمعنى ولي الأمر،
أجاب عليها فقهاء وصلاتة كلهم بجواز، أو على الأقل الذي اطلعت عليه يعني بجواز منح الزكاة إلى الدولة، وتقوم الدولة بتوزيعها على المستحقين المذكورين في آية الصدقات. عندما وصل دور الشيخ الريو لكي ينزل في الفتوى هذه أجاب بالموافقة على الرأي، ولكن قيد هذا الرأي بأنه يجب أن تكون الإمام عادل، إذا كان الإمام عادلا فيجوز دفع الزكاة، أو اللجنة التي تنوب عنها لابد من أن اشترط العدالة. طبعا هنا دقة في التمييز، يعني دقة تميز الشيخ عنه، فهو أجاب بجواز منح الزكاة ولكن قيدها بأن يكون الإمام عادلا. معنى ذلك إذا كان الإمام أو ولي الأمر غير عادل فزكاتك أعطيها بنفسك أنت بدل من أن تعطيها للمحكم. نأتي بعد ذلك إلى المميز الآخر، الانتصال للرأي. هو من المعروف أنه شديد، يعني حقيقة هذه معروف أنه عليه معروف أنه الشدة، ولكن هذه الشدة يستخدمها أيضا حتى في الفتوى، عندما يكتب رأي معين يستدل أو يأتي بالأدلة على رأيه، مثلا زي بيع الحيوان هذه بالوزن عارضوه فيها كثيرا وكتبوا فتاوى ضد الرأي الذي قال به. هو كان متحمسا للرأي ومؤمنا بما يقول هذا حقيقة، ولديه أدلة فقام بالرد عليهم. وهذا المجال فيه أقوال كثيرة حقيقة، الشيخ لديه عدة منظومات أو عدة آراء فقهية في مسائل عديدة وجد فيها معارضة شديدة، وقاموا بالتأليف والكتابة ضد الرأي الذي قال به، وهي كثيرة جدا، يعني بعضها يمكن أن يذكر ويقال، وبعضها يمكن أن يسكت عنه على الأقل الابتعاد عن الخلاف في هذه الناحية. وأنتم تعلموا بعض المسائل التي قال فيها. فهو لما عندما يؤمن بشيء معين أو يقول برأي ويستدل به يصر عليه ويجهد نفسه في سبيل إقناع الغير بالوصول إليه. كذلك الاعتماد على شهادة الواحد. هناك مسألة وقعت في مصراتة، وهي أن امرأة قالت أثناء وفاة زوجها وهي في المقبرة، قالت لهم إني حامل، وبعد 20 سنة وضعت المولود، فوقع السؤال هل يرث أو لا يرث. هذه المسألة كتب فيها كثيرا وجلب رسالة قال بها أحد علماء المغاربة عبارة عن محاضرة ذكرها في تونس سنة 1938، جلبها الشيخ الريو واستدل بها على الرأي الذي يقول به، وهو الذي قال هذه المحاضرة الشيخ محمد الحجوي من كبار علماء المغرب، وذكر فيها العديد من الأقوال لأطباء من فرنسا وأيضا للقانون الفرنسي ولعدة أمور علمية أخرى تناولها. فالشيخ طلع عليها، يعني كيف وصل هذه المعلومة من تونس، فقيه مغربي من قال المحاضرة في تونس 1938، جلبها الشيخ الريو هنا في مصراتة واستدل بها على الرأي الذي يقول به. هذا يعني تدل على سعة أفق المفتي ومحاولته أيضا البحث على مصادر فقهية وعلمية يستدل بها. طبعا استدلال هنا كان عن طريق الناحية العلمية، لأن الشيخ محمد الحجوي المغربي ذكر عدة أقوال الأطباء في فرنسا في تلك الفترة، أيضا تعرض للقانون المدني الفرنسي في ذلك الوقت. الشيخ الريو جلب هذه الآراء من الناحية العلمية ووظفها في الفتوى الذي قال بها، وهي فتوى طويلة. أيضا من خلال فتواه التي اطلعت عليها نجد أن للشيخ الريو دور اجتماعي في خلال الفتوى، بمعنى أنه يتناول العادات والتقاليد، خاصة مثلا طعام المعزين، قراءة القرآن،
توزيع الطعام الأكل وما إلى ذلك، هذه كلها عادات اجتماعية تبنى على آراء فقهية، تبنى على آراء فقهية. الشيخ تناول وكانت لدي محاضرة في المحجوب حول الدور الاجتماعي للشيخ غريو من خلال فتوى، يعني هو من خلال فتوى نظم أو شارك في توعية الناس بهذه الأشياء، هل هي مطابقة للشريعة أو غير مطابقة للشريعة، وبالتالي استطاع أن هو يوظف الفتوى من خلال في المجال الاجتماعي. أيضا عند الأخذ بما جرى به العمل، هذه أيضا أحد مصادر التشريع. أحد مصادر التشريع في الفقه المالكي، نحن نعلم أن الفقه المالكي المعتمد على إمامنا مالك رحمة الله عليه ورضي الله عنه له مصادر في التشريع، من بين مصادره عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة يعتبر أحد مصادر التشريع في الفقه المالكي، ومن خلال هذا العمل أو هذا المصدر استطاع فقهاء المالكية من ليبيا إلى المغرب وموريتانيا كلها بكامل أن يجعلوا مما جرى به العمل مصدرا آخر من مصادر التشريع، بحيث أن المسألة إذا تم الإفتاء فيها أو الحكم فيها برأي ضعيف، ولكن هذا الرأي استمر العمل به أو استمر الأخذ به عدة مرات، يعني وقعت به الفتوى أكثر مرة، فيعتمد هذا الرأي ويعتبر مما جرى به العمل، وهذا أيضا يعتبر من مصادر التشريع الذي تعتمد عليه الفتوى. وبالتالي الشيخ من الناس الذين يقولون بالاعتماد على هذا المصدر، فإذا جرى به العمل مثل حرمان البنات مثلا، الوقف حرمان البنات في الأصل غير جائز يعني، ولكن بعض المسائل أو بعض الآراء في مذهب الإمام مالك وخاصة مذهب ابن القاسم يقول إن وقع الوقف على الذكور دون الإناث ونفذ يعتبر ما جرى به العمل ويجاز رغم الكراهة. فالذي جرى به العمل في هذه المناطق أن الوقف على الذكور دون الإناث أجازوه الفقهاء، وبالتالي كان مما أو اعتمادهم على ما جرى به العمل. كذلك أيضا الشيخ يعتمد لا يتقيد بمذهب الإمام مالك، يعني هو أراء في فتاوى هنا موجودة قلد فيها أراء مذاهب أخرى ويبحث، وخاصة مسألة الزكاة عندما بحث على المذاهب الأربعة، وهو رأي خاص في الزكاة بأن الزكاة تعطى لكل إنسان لا يملك قوت سنة، حتى لو كان ضرب مثلا حتى لو كان يملك سيارة بالجرار، فقال تجوز إعطاء الزكاة إذا كان لا يملك في بيته قوت سنة، وبالتالي يعتبر من الفقراء التي تجوز عليه الزكاة، على اعتبار أن إذا توقف عن العمل لم يجد في بيته ما يكفيه لمدة سنة، واعتمد هذا الرأي بناء على دراسة للمذاهب الأربعة، هذا رأي موجود في الكتاب. كذلك أيضا بعض الجوانب الطريفة، التناول الضرب بالفلوبر مثلا، هل مدى جواز الميتة به مثلا أكلها أو غيره، كذلك بعض الجوانب القضائية، يعني أشياء كثيرة جدا، وللأسف يعني لم أستطيع أن أحصل على كل فتاوى الشيخ، وإلا كنا وصلنا إلى مجلدات حول هذه العلوم. ربما قد أطلت عليكم كثيرا، فأرجو السماح منكم، وأتمنى لكم إن شاء الله ولنا جميعا أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة إن شاء الله، وأن يغفر لنا جميعا كل الذنوب والخطايا بإذن الله، ويوفقنا لصالح القول والعمل، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لمن أسس هذا المقام وساهم فيه وساعد في إتمامه هذا المسجد الكريم بيت من بيوت الله،
ووفقكم الله جميعا الذين حضرتم والذين لم يحضروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا الأمن والأمان، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأن يحفظنا وأن يحقن دماء الليبيين يا رب العالمين، وأن يوفق ويصلح حالهم ويصلح حالنا جميعا يا رب العالمين، وينعم علينا بالأمن والأمان، وبارك الله فيكم.